مرحبا جميعا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم رجعت لكم في فيديو جديد ورح نلعب لعبة ميكا اكستي. جايز، كيف رمضان معكم؟ ان شاء الله كل شي بخير. كيف الصيام معكم جايز؟ اوكي جايز، بما انه اليوم اجي تحديث جديد، طبعا انا فتحته بس لسه ما جربته جايز، سو الحين بنلعب سوا وبنشوف شو الاضافات الجديدة والملابس وكل شي. يلا جايز، الحين نضغط بلاي. اوكي ننتظر اللعبة تحمل. جايز قولوا لي ايش رايكم بالستايل الرمضاني تبعي، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. اوكي جايز اشتغلت اللعبة الحين. قبل اي اشي خلي اشوف العالم. واو سو كيوت، او ماي جاد سو كيوت جايز. أنا بالسماء، مرة مرة كيوت. أوكي الحين راح نشوف إيش الإضافات. أول إشي عم أشوف في إيفنت، بس خلي أشوف في الشوب. أوه نايس، في إيفنت بس في ذولي. ذولي بجواهر، تمام حلو. نشتريهم جايز، يلا بينا حنشتريهم. بس حنشتريهم من المتجر، من قصدي من المحفوظات تبع الملابس تبعيتي، لأن النظافة خاصية جديدة إن نلقى الملابس هون جايز. يلا راح أشتريهم. هذه أول لبسة ومرة مرة كيوت جايز. أوكي حشتريهم. واو سو كيوت. قبل ما أجربهم حشتري اللبسة الثانية كمان، أو خلينا نجربها أول إشي. كيف نجربها جايز؟ ما بتطلع لي لحظة. او حلو، الحين بما ان اشتريناها حتطلع لي هون اعتقد. ايوه هذه هي تبع البنات. او ماي جاد سو كيوت. حغير الوجه، حتطلع احلى اعتقد بالوجه تبع تحديث الارانب. او ماي جاد سو كيوت. I smell so cute guys. Do you like it? Oh hi متابعيني، كيفكم؟ Okay guys، هذا هو أول ستايل. الحين راح نجرب الستايل الثاني الأخضر. خلي أشتريه. نايس guys. نايس، خلينا نجربه. اعتقد انه نضاف جوا، انه لازم اول شي نطلع ونرجع عشان بنشوفه. هذا هو. او ماي جاد سو كيوت. بس بصراحة الاصفر احلى من الاخضر، حبيت الاصفر اكتر. فجايز الحين هذا هو الستايل، مرة كيوت. بس خلينا نجرب الستايل اقصد خلونا نلعب بالستايل الاصفر بما انه حبيته اكتر جايز. حرجع له، هذا هو مرة كيوت وربي جايز. انا اسفة بس راح اروح العالم خاص حتى اقدر اشوف الاغراض منيح. اوكي جايز الحين انا في عالم خاص، وهذا الفيديو تبعي حطيت صورتي هون كمان. شفتوا جايز؟ اتمنى كلكم تكونوا شفتوا الفيديو تبعي. اوكي جايز الحين باقي شغلة ما جربناها هنا في الشوب، اللي هو هذا الأرنب. خلونا نشتري ونجربه. ما انترنت ثبت. اوكي جايز الحين اشتريناه. او ماي جاد كم مرة اشتريته؟ ايش صار؟ اوكي جايز خلونا نجربه.
سخن هو هذا هو. او ماي جاد سو كيوت، حبيته هو على شكل بيضة بس طلع من الملابس محتبى الارنب. اوكي جايز هذا هو. الحين باقي عنا الايفنت باث، خلونا اشوفه لانه هو اكثر اشي متحمسات له. اوكي جايز، واو شوف الطوق هذا، او ماي جاد شوف الملابس. طبعا حفتح كله، مستحيل انه اقدر اصبر، مستحيل. اوكي جايز خلونا ناخذهم الحين، خلي اول ناخذهم بعدين نجربهم. حفتح، او ماي جاد الكرسي اللي متحمسه له كثير، او ماي جاد الكرسي الجيمين مرة التحديث خرافي. اوكي جايز بنكمل، بناخذ القفازات كمان، الجواهر بدي افتحها كلها، مستحيل اني اقدر اصبر. نايس. اوكي جايز كم باقي؟ اوكي جايز كتير على فكرة، انا متحمسة اني اجرب الدرع. او ماي جاد سو كيوت، اوكي نايس. اوكي جايز اخر اشي القبعة مع الوجه ده، او ماي جاد حماس 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 جايز، واو اميزين. اوكي جايز الحين خلصنا، الحين بنروح نجرب الدرع. او ماي جاد والله متحمسة، زمان ما اعطانا درع. ف وين جايز؟ هذا هو، واو او ماي جاد واو واو او ماي جاد جايز او ماي جاد واو. لحظة لحظة خليني اسوي مثل هكر، بغير هذا لانه كيوت مستحيل يضبط. اوكي هذا بيضبط، او هذا نو هذا احلى. او ماي جاد بتجرب قوتها جايز. اوكي واو بس ايش تسوي يعني؟ اقصد انه نركض. او ماي جاد سريعة، القفزة عالية. بيرفكت، ات از سو بيرفكت. او ماي جاد حبيتها جايز، بتجنن. طبعا الحين خلونا نجرب الاثاث، هاخذ بيت الجزرة بما ان البيت الخاص بذا التحديث. هذا هو، هاروح تحت الارض هاضعهم، ما ادري عاجبني اضعهم تحت الارض. هشوف الاثاث اللي متحمسة له كثير، واو القفزة يا جايز، او ماي جاد اوكي نروح هون. اوكي ها اوكي وانا هذا هو، او ماي جاد او ماي جاد هخليه هون، بعدين بختار له مكان منيح، بس بدي اجربهم. او ماي جاد جايز
او ماي جاد كاوي. انا كتير احب السيت اب وكذا يعني. اوكي ايش باقي؟ اعطونا اعتقد بعد اعطونا اساء كمان، مش عارفه وين اقعد، بس يلا خلينا نجرب الاهم. واو جايز او ماي جاد، هذا السيت اب بيرفكت. واو 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 او ماي جاد جايز، او ماي جاد جايز، او ماي جاد جايز. واو اوكي خلونا نجرب. اعتقد في مشروب السرعة، يب في مشروب السرعة. حرفين اتجنن. الحين باقي لنا شغلة واحدة اللي هي اللعبة الجديدة جايز، خلونا نجربها. A few moments later. Okay guys، رجعت لكم وحنلعب اللعبة الجديدة. اتمنى ما تكون صعبة باللابتوب. اوه ليش بطيئة؟ التحكم مرة صعب باللابتوب. اوكي اول وحدة. So cute. Nice. This bunny is so cute. It is running. Stop, come, come. Oh my god, guys. Oh my god, guys. وقعني. هذا الأرنب مرة صعب في هذه اللعبة، إنه إحنا لازم بنلحق خلف الحيوان. أوكي جايز خلينا نكمل. يا الله مرة صعب، الإنترنت مرة ضعيف عندي. احاول اكمله، اتمنى بس اللعبة ما تطلعني. او ماي جاد جايز، اوكي معي 9، فين الباقي؟ لان الوقت حيخلص جايز. او ماي جاد فين الباقين؟ في هنيك كتير، بس خلص الوقت هخسر. او نو جايز خسرت. هنشوف كم نجمة يعطونا. واو 3 نجمات، بيرفكت جايز، اعطونا كل اشي كامل. اوكي اللعبة مرة حلوة وحبيت، خصوصا انه في الأرانب بتركض ولازم نلحقها وناخذ البيض. اوكي جايز حلو هون، يلا خلونا نجربها. ابغى اشوف اللوحات اللي حاطينها ضايفيها. او ماي جايز سو كيوت. A few moments later. الدرع مرة سريع، حبيته. الدرع بصراحة أقيمة 10/10. أو نو خربطت جايز. أوكي حلو بصراحة الدرع بيرفكت، أكثر إشي عجبني بهذا التحديث جايز. أوكي حنخلص جايز. أوكي خلصنا. نجرب شغلة،
Oh my god, so cute. So cute, so cute, so cute, so cute. Yeah, so cute. Okay, عم بتشوفوا من الانترنت ضعيف guys. فالهون وراح اقفل هذا الفيديو guys. لا تنسوا تحطون لايك and share and subscribe. اتمنى هالفيديو يكون عجبكم. وبشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.